حضرتك على طول كل سنه بتبقى مشارك في المستقبل؟ مش كل سنه يعني، السنه اللي بيتاح لي الفرصه فيها بشارك فيها، وبحاول ان انا اقدم يعني شيء مختلف عن السنه اللي قبلها. تحضيرات حضرتك بقى السنه دي تزامن، والمهرجان السنه اللي فاتت كان متزامن برضو مع المولد النبوي الشريف، بس هما الاوبرا ما عملوش المولد النبوي الشريف السنه اللي فاتت، فانا السنه دي انتهزت الفرصه وكلمتهم وهم الحقيقه وافقوا، وعملت حفلات المولد النبوي الشريف كلها في القاهره واسكندريه ودمنهور، فده ده الدور بتاعي السنه دي. حضرتك وحشتنا قوي، عايزين نعرف جديدك ايه ومختفي. عندي حاجه مهمه جدا مع محمد رحيم ان شاء الله هنعلن عنها قريب باذن الله. حضرتك مختفي عن الساحه، فعايزين نعرف ليه مختفي. لا والله موجود، ما هو لما بيكون في فرصه للظهور. الاوبرا بس حضرتك وحشنا يعني. ما هو اللي كنا بنشتغل من خلاله هو ليالي التلفزيون واضواء المدينه مش موجوده يعني. هو حصل انه الاذاعه والتلفزيون وقفت من غير ما تعمل حفلات، دلوقتي واقفه. بس شايف الساحة الغنائية من وجهة نظرك في الوقت الحالي ازاي؟ والله الجمهور هو أقدر حد يحكم ويتكلم ويقول ويقول لأ، لكن أنا ما بنظرش يعني، ما أقدرش أعمل كده. حضرتك مثلت وكان ما شاء الله كذا حاجة عملتها حلوة قوي، فعايزين نعرف هنشوفك في التمثيل مرة ثانية. والله اليومين دول بقرا حاجة كده، يمكن أرجع تاني أعمل حاجة، هتبقى حاجة كوميدية شوية، حاجة اجتماعية كوميدية يعني. مع مين بقى؟ لسه بندور والله الكاست والحاجات دي. طب أغاني الأطفال؟ أغاني الأطفال أنا مضطر أعمل حاجة عشان حفيدتي، أنا كنت عاملها أغنية اسمها فريدة، فهخش أسجلها ويمكن أحط بقى فكر جديد كده بالنسبة للطفل اللي النهاردة مبهر مع التكنولوجيا ومع التقدم العلمي. الطفل النهاردة لا، محتاج غنى من نوع تاني. ممكن حضرتك كلمة تقولها لجمهورك؟ كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وكل الدنيا طيبة بمناسبة المولد النبوي الشريف. شكرا قوي، تعبت حضرتك، ميرسي على ذوقك.